الفكره هادي جاتني كان عندي شي فليسات. المهم بعد ما توفى الوالد والوالده الله يرحمهم وفكرت شنو ندير بهاد الفلوس هادو، انني بلا ما نمشي نضيعهم في حاجه واحده اخرى ولا نبقى ناكل منهم شويه بشويه. الاخ ديالي اقترح عليا فكره انني ندير كافي موبيل، وانا شفت بزاف ديال لي كافي موبيل كثاروا في المدن، كازا، مكناس، فاس، كاع المدن المغربيه، وفكرت انني ندير شي بصمه ديالي الراسي. ولهذا ما بغيتش نديرها في طوموبيل عاديه ولا نديرها في ترابورتور ولا اي نوع ديال سياره عاديه، بغيت ندير شي حاجه في شي سياره كوليكسيون اللي تثير الانتباه ديال الناس الكبار والناس الصغار، اي جميع الناس من جميع الاعمار. خويا الطوموبيل هادي من بعد معاناة طويله وانا كنقلب عليهم راك عارف الاثمنه ديالهم غاليه، لقيت واحد السيد من نفس المدينه ديالي وهضرت معاه وتا هو تفهم الوضعيه ديالي ودار معايا ثمن زوين. ويا خديتها تقريبا المهم بسبعه، وعاد زيد عليها ديال الموبيل وداك الشيء راه ويا مشروع كامل تقريبا اش نقول لك وشي تسعود وشي حاجه بحال هكا تسعود. درت انستالاسيون انستالاسيون شي 140000 ريال بالداخل ديالها وداكشي، والبريساب شي 140000 ريال. المهم نقول البروجي طاح بجوج وعلى طوموبيل سبعة. اخويا قبضت الباك ديالي ومنين توفى الوالدين ديالي وداكشي ما لقيتش اللي صرف عليا ونجيب القوت اليومي ديالي، ولهذا فكرت انني ندير هذا المشروع هذا، وباقي حاليا في لافاك باقي كنقرا. المهم راك عارف لافاك واخا تقرا عن بعد ما عليش كنحضر الامتحانات ومره مره مراجعه وداكشي. ويا الصعوبات انني نلقى بعدا السياره، هي صعوبات بزاف. ثانيا عطات شي حاجه من جيبي على الاصلاحات وداكشي. ثالثا المهم راك عارف اجي سير اجي هادي، راك اي بروجي كتلقى فيه المشاكل في الديبار. قبل ما ندير البروجي المشاكل، اول حاجه على البياس ديالها، البياس ديالها كتمشي وكتقلب في لافايراي داكشي كتلقى قليل بزاف مكناس. اي بياس ديالها موجود بزاف في فرنسا وفي كازا اللي مدينه كبيره بحال هكا. لا الوالدين متوفين بجوج بيهم، الوالد والوالدة الله يرحمهم، كاين انا والاخ ديالي في الدار. خويا الوالد توفى ملي كانت عندي 15 سنه، الوالده توفات في 2020 في الظرف ديال كورونا، هادشي اللي كان. هو من بعد راك عارف بنادم كي كيفكر المستقبل ديالو شنو يدير، لحقاش ملي كيمشي الوالدين راه كيمشي كلشي صعيبه بزاف بزاف. انا والاخ ديالي التوام ديالي ماشي خويا الكبير، خويا الكبير بدارو. المهم انا والاخ التوام ديالي دار وحده، كنت ناوبو ماشي التوام ديالي، التوام ديالي جالس معايا الدار، الاخ الكبير هو اللي معاوننا حاليا. خويا كنا حاطين قدام في طريق رباط وندوزنا الحمد لله واحد اليومين ولقينا مشاكل تما، ولهذا المهم مشينا عند القايد وداكشي وحيدنا من ديك البلاصه وجينا حاليا الحمد لله في طريق اتقداو. حاليا راه كنحطو هنايا والامور مزيانه والناس كيسيبورطيونا الحمد لله. 5 دراهم اخويا كافي نوار 5 دراهم، اي ثمن مزيان كلشي يقدر يشربو، ما كايناش 6 درهم ولا 7 درهم 5 درهم، اللي عنده يشرب اللي ما عندوش يشرب. كيعجبهم اخويا بزاف وكيتصوروا معاه وكنفكروا في الذكريات، وعندي نيت اغاني حتى هما الذكريات الزمن الجميل، ولهذا كنفكروا الحقبه القديمه. خويا ان شاء الله ندير الماده ان شاء الله شويه بشويه، بحال حاليا راه درتي كليسه سامبل وصافي عاديه، بقى حاليا باغي ندير شي كليسات ديال القصب حتى هما يكونوا راك عارف ديال الزمن الجميل، داكشي ديال القصاب داكشي التقليدي، باغي ندير واحد الطبله ديال القصب حتى هي
هذا ما كان اخوه، وباقي ان شاء الله ندير شي باراسولتيه تكون مزيانه. لا لا خويا، عمرني خدمت في شي قهوه ولا شي حاجه. داكشي راك عارفني، كتبغي دير شي بروجي راك ضروري كتقلبها شويه في اليوتيوب فورماسيون. هذه ماشي من الضروري انك تكون انت تعرف الحاجه عاد ديرها اخويا. ضروري كتلقى الناس زوينين والناس خايبين، ضروري في اي بلاصه راه تلقى الناس زوينين والناس خايبين اخويا. بحال البلاصه اللي كنا كنحطو في طريق الرباط في الدبار قدام ديك القاعه بلا ما نذكر الاسم ديالها. المهم كل شويه يجي يضرب. المهم تحيه للشيخ ديك البلاصه، صراحه هضر معايا باحترام وتقبل الوضعيه ديالي، هو المقدميه ديال ديك البلاصه. القايد اللي ما بغاش، ولقيت مشكله مع ملقى علي اونفاس معانا وواحد السيده موران. شي اللي كاين خويا، كنقول للشباب انهم يعريو على دراعهم ويفكروا في بروجيات مزيانه ومحترمه وحلاله طيبه. هذا ما اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.